قلتي عني اختك الكبيره؟ مستعده تعطي ابنك لاختك الكبيره ولا بدك ترفضي لي طلبي؟ شو جوابك يا ميت؟ بدك تسمحي لي بحفل الاستقبال هاد انه يصير عندي طفل؟ خليني اصير امه لابنك وقبلي تعطيني ابنك ربي. مو انتي اللي بتجيبي السعاده لهذا البيت وكل واحد من العيله بده شيء بيطلبه منك لتحققي له اياه؟ انتي اللي بتعملي المستحيل لتخلي الكل مبسوط هون. انا اليوم جايه لعندك وبدي اطلب هذا الطلب، فيكي تخليني سعيده؟ لا، أنا ما رح أقبل أعطيكي ابني. هي هي حقيقتك المخباية يا ميت، انت وحدة أنانية وما بيهمك غير مصلحتك وبس. كل الحب والاهتمام اللي بتقدميهم للعائلة هو طلع كله كذب وما في شي منه بالواقع. انت همك الوحيد تكوني مبسوطة لحالك بهذا البيت وبس. سنينة 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 واقفي. امي روحي، خدي ستي وروحوا على البيت. خليني معك بنتي. روحوا، انا منيحه. ميت لا تخافوا علي، ما فيني شيء. لا ديري بالك على حالك. مع السلامه. مع السلامه.